ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنتكلم عن اكتر فيديو اتطلب مني، وهو ازاي احل سؤال باراجراف. هنتكلم عن الباراجراف اصلا عليك في ثالثه اعدادي في ايه، تمام؟ هكون مهتمه انت ازاي اصلا تعمله، وهقول لك الموضوعات اللي عندك، وهقول لك كل موضوع ايه اهم الفكر اصلا هتجيب الفكره منه ازاي. يعني هكلمك على كل مواضيع بتاعت المنهج دلوقتي، وكل موضوع هديك الفكره ان انت تكتبها في الامتحان. وانس ان انت معاك الفكره وخلاص وعارف ازاي تكتب، فانت تمام قوي كده، مش هيكون ناقصك اي حاجه، ان شاء الله تخش تضمن السؤال اصلا في جيبك وخلاص على كده. طيب، لان في ناس كتير بتبقى ماشي انا عارف اكتب الباراجراف، بس انا مش ما عنديش فكره اكتبها، فين الفكره؟ انا مش لاقي افكار في دماغي. فانا هقول لك بقى النهارده الفكر، وهقول لك ازاي تكتبه. طيب بص بقى، انا اول حاجه اصلا هقول لك ايه التعليمات اللي انت لازم تمشي عليها في الباراجراف قبل ما ابدا، واقول لك هي اساسا الباراجراف علينا كام حاجه، ولا بنقسم لايه. هقول لك ايه اصلا هي القواعد اللي انت المفروض تتبعها. طيب مبدئيا كده، طيب اول حاجه كده لازم اراعيها ان انا اول ما هبدا الباراجراف بتاعي هبدا بمسافه، وبعد كده لازم تاني حاجه على طول لازم اعملها ان انا اول ما ابدا الكلام لازم يكون اول حرف عندي كابيتال، ما بيكونش سمول، لان انا براعي البانكتويشن اللي هو علامات الترقيم. فاول حرف عندي بيكون كابيتال. الحاجة اللي بعد كده اللي بعملها ان انا لازم اكون عارفة ان الجملة عندي بتتكون من فاعل، وبعدين فاعل، وبعدين بكمل الكلام. اللي انا بقوله بكتبه، اللي انا بقوله بكتبه. يعني اقول انا بلعب، فاقول انا يبقى اي، ولازم فعل فاقول بلاي. انا بلعب تنس فاقول اي بلاي تنس مثلا. فاللي انا بقوله هبدأ ان انا اكتبه. بعد كده خلصت انا الجملة بتاعتي خلاص، وكل انا قلته كتبته تمام. اجيت بعد كده عايزة خلاص هنهي الجملة، تحط لي نقطة. الناس اللي بتقعد تعمل اند وتكمل اند وتكمل، لا مش هينفع. هو انا بعد ما بخلص جملتي بحط النقطة بتاعتي اللي انا اللي خلاص انهي بيها الكلام. في ناس بتعمل حاجة تانية، تقول حاطة لي نقطة وحاطة لي اند، اللي هو انا مش هزعلك وهرضي ضميري. لا يا حبيبي، مش عايزاك ترضي ضميرك الله يكرمك، انا عايزاك تحط لي نقطة وشكرا على كده، تمام؟ طيب بدأ، حطيت نقطة، وانا ببدأ الكلام من الاول هبدأ برضو بحرف كابيتال، مش هبدأ سمول. هي طبعا مش محتاجة اقول لك طبعا ان اسامي الانسان او اسامينا احنا، اسامي البلاد، الدول، اماكن مشهورة، اي اسم مكان مشهور او اي اسماء من دول، البنكتويشن بتاعنا احنا صغيرين دوت، لازم يكون اوله حرف كابيتال. بعد كده كده قلت لك في ناس اصلا بتستخسر تحط نقطه في الكلام، وبتعملي الباراجراف سايح كده على بعض، مش عارفه مين اوله من مين اخره. اقول لك لا، خلي بالك لازم انهي بنقطه بعد ما بخلص. وبعد كده جيت اقول لك ان انت لازم يكون خطك واضح. يعني انا مسكت باراجراف لقيت ان الحروف كلها داخله في بعض، والسطر ده كده كله داخل في بعض، فانا مش فاهمه هو ايه اللي انت كاتبه. فانا جيت اقول لك ان انت اول ما بتكتب الكلمه بتسيب مسافه صغيره كده تبدا الكلمه اللي بعدها، بتسيب مسافه وتكتب الكلمه اللي بعدها، مش هتخسر حاجه، بس سبت مسافه عشان خطك يكون واضح. انا دلوقتي لو مش فاهمه الباراجراف بتاعك بيتكلم عن ايه، مش فاهمه خطك، هنقصك طبيعي. طيب بعد كده جيت قلت لك ان خطك يكون واضح، ومش عايزه حد يشطب لي، يعني يمسك القلم ويقعد يعمل لي كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده كلمة اصلا معلش طلعت غلط، انا كتبها غلط. لا ما كده، لا انت دلوقتي مثلا كلمة عندي غلط، مثلا كتبت كلمة وينت وانت مش عايز تعملها وينت، هتقوم عامل كده بالراحة بالقلم الرصاص. والله لو مصحح بص عليها يبقى انت عاملها بالقلم الرصاص، لو ما خدش بالك منها يبقى خلاص ده في مصلحتك. بس اهم حاجة ان انا ما امشيش طول ما انا ماشية بالقلم الاحمر اعمل لك دوائر، طول ما الدوائر بتكتر بالقلم الاحمر كل ما انت بتنقص اكتر. طيب جيت بعد كده اقول لك لازم طبعا يكون عندك حصيله من الفوكابلري كتير، اللي هو الكلمات، لازم يكون عندك كلمات. طب يا ميس دلوقتي عايزه اجيب كلمه تمام وخلاص، هي واقفه في دماغي ان انا اجيب الكلمه دي، بس انا مش فاكرها. كلمه مش فاكرها، هات كلمه تانية اسهل منها، انا ليه اروح ادور على الصعب وامسك فيه؟ كلمه مش عارفها خلاص اسكيب ليها ودور على كلمه تانية اسهل منها. طيب بعد ما راعيت الفوكاب وخلاص، وانا حطيت فوكاب بتكون سهله بالنسبه لي اعرف اكتبها واعرف كلماتها اصلا وحروفها عامله ازاي، لازم اراعي الجرامر. يعني مثلا هكتب هي، ما اقولش ليف بس من غير اس، لا هحط ليفز لان هي تحب الاس، يبقى انا لازم اخد بالي انا في زمن مضارع ولا ماضي. ما ينفعش الاقيك مثلا بادئ لي بماضي الكلام حصل في الماضي، والاقيك كاتب لي في النص مضارع، وهو ما ينفعش، لازم يكون في تناسق بين الازمنه والجرامر بتاعك يكون صح. عندك كلمتين وعايز تفصل في النص ماشي حط اند تمام، لكن برضو ما ينفعش مثلا يكون عندي حاجات كتير واقعد اند 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 اند، لا لو عندي حاجات كتير بحط فاصله في النص وقبل الكلمه الاخيره بحط كلمه اند بس كده. ودي كده من اهم الحاجات اللي انا لازم اراعيها وانا بكتب باراجراف، سواء بقى ريفيو، بايوجرافي، شورت ستوري، اي حاجه من دي. طب ميس حضرتك قلت لنا هنتكلم على اهم الافكار، اقول لك تعالى نتكلم على اهم الافكار اللي عندك. انا اول حاجه يا ميس وانا قاعده في اللجنه خلاص عرفت هشتغل ازاي، عايز افكار بقى. عندي اصلا حاجه اسمها ريفيو اللي هو النقد، دلوقتي هيجيب لي موضوع يقول لي اعملي عليه ريفيو، يعني هقول يعني انا ايه
ايه اهم مميزاته، ايه اهم عيوبه، ايه الحاجه اللي انا شايفها فيه، يجيب لي شورت ستوري قصه قصيره. ومن الحاجات الشورت ستوري اللي احنا اخدناها ممكن يقول لك اعمل لي شورت ستوري عن باد اكسبيرينس، يعني خبره بالنسبه لك ما كانتش حلوه، حاجه وحشه بالنسبه لك حصلت لك، او باد سيتويشن، وهقول لك ايه الباد سيتويشن انت ممكن تعمله. او يقول لك اعمل لي شورت ستوري مثلا عن يور اكسبيرينس، عن حاجه حصلت لك او تجربتك في الحياه او تجاربك في الحياه. يقول لي مثلا ودوت اللي جا في محافظه دمياط والامتحان اللي بره، قال لك اكتب لي شورت ستوري عن حاجه هابي حصلت في حياتك، او حاجه انت تشعر بيها ان انت كنت فرحان، او هوليدي اجازه انت استمتعت بيها. وده كان من ابسط الحاجات اللي ممكن تجي لك. البايوجرافي بقى اللي هو السيره الذاتيه، انا بتكلم عن حد ممكن يقول لك ايه هو الرول موديل بتاعك، ممكن يقول لك لان انت عندك في التكست مثلا بايوجرافي عن سمر عبد الفتاح، وكان في برضو واحد من الكامبينر بتوع اللي هم محفز للناس الديسيبلد الغير قادرين، كان اسمه مجدي عبد السيد. تمام، طيب احنا من اهم الريفيوز بقى اللي كانت اصلا عندنا، عندي الهاند كرافت، تمام، و يعني شاكه في الهاند كرافت والشورت ستوري، يعني شايفه ان هم الشورت ستوري الصراحه مهم، وشايفه هاند كرافت هو الكوميونتي مهمين. فعندي الهاند كرافت اللي هو الحرف اليدويه، عندي الكوميونتي اللي هو المجتمع، او ايه هي الكوميونتي اللي هو المجتمع، او ايه هي الليجر اي السبورتس فاسيلتيز اللي هي التسهيلات الرياضيه، عندي تكنولوجي، عندي شوبينج اونلاين، اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، الانترنت، الايتيمز الادوات اللي ممكن تستخدمها من التكنولوجيا، برضو السوشيال ميديا، عندي التينيج بروبلمز اللي هي المشاكل بتاعه المراهقين، الترانسبورت، والديسلكسيا. ودوت لو جه ناس كتير قوي هتقف قدامه وتقول هعمل ايه في الديسلكسيا، اللي هي معناها صعوبه في النطق والقراءه والكتابه، في ناس كتير تقف قدامه. فهقول لك النهارده اهم الفكره اللي ممكن تكتبها. السايبر بولينج اللي هو التنمر الالكتروني، والديسنت لايف انشيتيف، ودي معناها مبادره حياه كريمه. دي طيب وليكن دلوقتي همسك اول واحد واتكلم عنه اللي هو الهاند كرافت، تمام، اللي هو الحرف اليدوي. هبدا ان انا بعد ما عملت كتبت الحاجه اللي انا عايزاها وحطيتها في دايره، هبدا اطلع من الدايره دي افكار. ايه اول فكره مثلا اقولها؟ والله هو ايه اصلا، ايه هي الهاند كرافت دي، ايه هي الحرف اليدويه، شبه ايه مثلا ممكن ان انا اعمله. اقول ان في طبعا حاجات كتيره جدا بتتعمل من الهاند كرافتس. طب ايه هو الحاجات اللي نقدر ميك نعملها؟ هقول له مثلا عندنا الكاربتس، هتكلم عليهم من الامثله، اقول له عندنا باسكتس اللي هو السلات، عندنا مثلا colorful boots اللي هي الاواني اللي لونها ملون دي. ابدا ان انا اقول له اصلا هو الحاجات دي، خلاص انا قلت امثله على الهاند كرافت، ممكن كمان في جمل اقول له حاجات تانية هي اصلا بتتعمل من ايه، هي الهاند كرافت ممكن تتعمل من ايه، بكتب كده بتتعمل من ايه. انا كل ده وانا لسه في الامتحان بدي نفسي افكار، يعني بحب قوي وانا قاعده في اللجنه ومعامله كده ومطلعه ايه الافكار اللي انا هتكلم عنها، وبعد كده ابدا انظم الجمل بتاعتي. بتتعمل من ايه مثلا؟ بتتعمل من الود، بتتعمل من الليزر الجلد. طب هو ايه اللي بيتعمل من الليزر مثلا؟ اقول له ان نقدر نعمل باجز من الليزر. طب اقول له ايه كمان حاجات بتتعمل من الول، من الصوف. طب اقول له بقى مين مثلا المناطق اللي مشهوره بالهاندي كرافت، اللي مشهوره بيها مثلا هي ساوث ايجيبت اللي هو جنوب مصر. وابدا بقى اقول وانا بدي الافكار كده، هقول ان ساوث ايجيبت هي اللي بتعملها، وان بيزورها كتير مثلا من الناس علشان خاطر بيشتروا منها هاندي كرافتس، وفي تورست بيروحوا بيزوروها، وان الهاندي كرافت دي شغلانه حلوه ناس تقدر تعمل منها ايرن ماني، تكسب منها فلوس. اقول كمان ان هي موجوده في مكان تاني، واللي هو يعتبر موجوده في اسوان مثلا، موجوده في اسوان. والناس اللي في اسوان بقى لما بييجوا يصنعوا الهاندي كرافت دول بياخدوا الليفز كمان، الليفز اللي هو ورق الشجر، ليفز اوف تريز، الورق بتاع الشجر، بيقدروا يعملوا منه الهاندي كرافت. وبعد كده اقدر اقول احنا ايه اهميه الهاندي كرافت دي، بنستخدمها ايه. اقول بقى ان في ميني بيبول، ناس كتيره جدا تقدر ان هي تعمل ديكوريت، بتزين الهاوسز بتاعتها بيها. انا ما بديش، ما بعملش جمله معاك، انا بديك افكار، كل ده بطلع لك افكار. طيب ايه اهميه الهاندي كرافتس كمان؟ والله في كتير، قلنا في كتير من التورستس السياح بيروحوا ويبداوا ان هم ايه يعملوا باي للهاندي كرافتس ديت. بالاضافه لكده اقول ان هي من اهميتها ان هي بتخلي البيبول تقدر تعمل ايرن ماني، بتكسب، تقدر ان هي تكسب فلوس الناس. ممكن اقول ان انا لو لقيت مثلا الموضوع بتاعي مش كبير، اقول ان انا في مره من المرات روحت اسوان ولقيت ناس بتبيع هاندي كرافتس، وانا اشتريت، واقول بقى حاجات من اللي فوق دي مثلا ايه انا اشتريتها. تمام، يبقى انت كده عطيت لنفسك افكار ترتب. طب وانا برتب بقى مش هعمل الجمل ازاي؟ هقول مثلا اول حاجه ام سايبه مسافه، وبعدين اقول مثلا ان زير اور، وكلمه زير اور دي بستخدمها كتير، يعني زير اور معناها يوجد، يوجد many things يعني اشياء كتيره اوف الهاندي كرافتس، في حاجات كتيرة من الهاندي كرافتس. زي ايه مثلا؟ وبعد كده اقول از مثلا الكاربتس،
كل حاجه بقولها بكتبها. يوجد يعني بير، يوجد لازم زير كده كده هيجي بعديها فعل، فاقول اور عشان هتكلم على حاجات كتير، اشياء كثيره فاقول عليها اسمها ميني ثينجز. من الهاندي كرافت يبقى اوف هاندي كرافت، از يعني زي الكاربتس، بعد كده احط فاصله باسكتس، وبعد كده هحط اخر كلمه، فبحط قبل الكلمه الاخيره اند كولورفول بوتس مثلا. بعد ما خلصت جملتي اقوم حاطه ايه نقطه. في ناس تاني بتحب قبل مثلا ما تكتب اصلا الجمله دي تقوم عامله كده جايه كاتبه قبليها وتقول انا حابب اتكلم عن I would like to talk about، ودي برضو جمله حلوه انا بحبها I would like to talk about، يعني انا حابب اتكلم عن الهاندي كرافت، واقول مثلا it is very important، ده مهم جدا، وابدا اقول بقى ايه كل المواضيع اللي انا كتبتها فوق او اللي انا اتكلمت عنها، الافكار ابدا ان انا انظمها، احط الفاعل وبعدين احط الفعل، ويبقى السنه اهم حاجه يكون عندي الايه الافكار. ده بالنسبه لاول موضوع. بالنسبه للباراجراف الثاني اللي احنا هنتكلم عليه هو الكوميونتي، او لو قال لي اي فاسيلتيز، اي تسهيلات مثلا للمجتمع. هقول ايه للمجتمع مثلا؟ المجتمع بتاعي فاكيد همدح فيه في الاول، واقول طبعا ان وي اول، ان احنا اكيد كلنا لاف اور كوميونتي، اكيد بنحب المجتمع بتاعنا، دي اول حاجه كده هتكلم عنها. واقول كمان بالاضافه لكده ان احنا وي شود، احنا لازم ان احنا نعمل امبروف، وي شود امبروف الكوميونتي بتاعنا، يعني لازم ان احنا نحسن من الكوميونتي بتاعنا. طب هنعمله امبروف ازاي؟ والله عن طريق ان احنا لازم كلنا مع بعض نعمل كوبريت. يعني ايه كوبريت؟ نتعاون. فاقول مثلا ان احنا كلنا هنحسن امبروف للكوميونتي، اقول ان احنا وي شود كوبريت، لازم كلنا ان احنا نتعاون. طب احنا ليه هنتعاون؟ هنتعاون في الكوميونتي بتاعنا دوت عشان نقدر ان احنا سولف بروبلمز. يعني ايه سولف بروبلمز؟ انت قاعد في اللجنه كل دي افكار عمال تجيبها، انا بخش من حاجه تطلعني على حاجه، حاجه تطلعني على حاجه، لغايه ما هتلاقي عندك افكار كتير تاخدها وتعمل بيها جمل. انا هتعاون، احنا هنتعاون كلنا عشان نقدر نحل المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع. طيب ايه هي من اهم المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع مثلا؟ ان احنا هنعمل حاجتين لما نتعاون، غير كمان ان احنا نسولف البروبلمز، لما نتعاون غير ان احنا نحل المشاكل، ان احنا نقدر ان احنا نساعد البور بيبل، الناس الفقيره. واقول بقى ان احنا مثلا الناس البور بيبل، الناس الفقيره دول ممكن نديهم ايه وايه؟ مثلا الناس الفقيره ممكن نديها اكل فود، ممكن نديها ايه تاني؟ ممكن نديها كلوزز ملابس. فاقول بقى ان احنا ممكن ان احنا نديهم فود مثلا، ونقدر ان احنا نديهم كلوزز بان احنا مثلا نجمع بعض، ونقدر ان احنا انفايت ايتش اذر، ندعو بعضنا ان احنا تو كوبريت، ان احنا نتعاون كلنا، او تو هيلب ايتش اذر، تو هيلب البور بيبل، نساعد بعضنا ان احنا نروح نساعد الناس الايه الفقيره. دي كلها كده افكار. طيب حاجه تانية ان احنا نقدر نتعاون ونعمل فاسيلتيز، تسهيلات للناس الديس ايبل. بما ان كمان الموضوع بيتكلم، لو ما بقول لك لو كمان كلمك على الفاسيلتيز، انا ممكن اتكلم على الكوميونتي وفي النص دخل بقى حوار الفاسيلتيز ده. هقول الفاسيلتيز يعني تسهيلات، من التسهيلات ان انا عايز اعملها ان انا عايز اعمل فاسيلتيز للديس ايبل. ايه الديس ايبل؟ اللي هو الناس الغير قادرين او الناس ذو الاحتياجات الخاصه. عايز اعمل لهم فاسيلتيز، اعمل لهم تسهيلات علشان خاطر يقدروا ان هم مثلا يستخدموا كل حاجه بسهوله هم محتاجينها، تو يوز اني ثينج دي نيد، عشان يستخدموا اي حاجه هم بيحتاجوها. طيب دي حاجات كده انا اتكلمت عليها في فاسيلتيز، وقلت ان انا ازاي هتكلم في المجتمع، او ازاي ان انا احسن المجتمع بكل حاجه. طيب في حد تاني ميس، انا كتبت المعلومات دي كلها ولقيت برضو ان الكلام مش ياما. والله لو لقيت ان الكلام مش ياما، ممكن تختار انت قصه لنفسك جوه الباراجراف. يعني ايه؟ انا دلوقتي اتكلمت عن الكوميونتي، اتكلمت المفروض ان انا اعمل فيه ايه. من الحاجات اللي احنا كمان محتاجينها في الكوميونتي ان احنا نعمل لها امبروف كمان غير التعاون، اقول مثلا ان احنا محتاجين يكون في سكولز كتير، مدارس كتير. السكولز دي استفاد بيها ايه؟ في التعليم، يعني ايه التعليم؟ education. كل ده استخدموه في شكل جمل. طيب ايه كمان محتاج ايه مثلا من ضمن المرافق بقى او التسهيلات اللي انا محتاجاها كمان عشان احطها في الكوميونتي المجتمع؟ اقول مثلا محتاج يكون في مثلا يكون في بقى المرافق، ميني فاسيلتيز شبه السينما، يكون في مثلا ريستورانتس اللي هي مطاعم، يكون في هوسبيتالز. وابدا في كل واحده بقى طبعا ايه عماله افتح على نفسي كلام، والكلام دوت طبعا ايه هيفيدني في دي افكار كلها، الهوسبيتالز مثلا عشان خاطر تعالج الناس وهكذا. يبقى انت بص طلعت كام فكره. طب فلنفترض انا كتبت كل دوت مفيش فايده، اعمل لنفسك قصه حدوده. اطلع انت لما تطلع من حاجه على حاجه، اتكلمت على السكول ودخلت جوه السكول، اتكلمت عن شويه حاجات فيه، اتكلمت على السينما والريستورانت، واتكلمت على الحاجات فيه، اتكلمت على الهوسبيتال، وقلت ان في ناس كتير جدا لازم تروح الهوسبيتال مثلا علشان خاطر تكون بي بيتر، تكون احسن. فانت تلاقي نفسك بتخش من حاجه لحاجه في شبكه المعلومات ديت، بجد دي اكتر حاجه تطلع منها معلومات. هتلاقي نفسك بتخش من موضوع لموضوع وانت كتبت اصلا صفحه كامله لوحدك. طيب فنفترض انك كتبت كل دوت ومش مكفي، اختار بقى اي جمل في النص، مش جمل غلط. يعني مثلا اقول ان انا كنت مثلا في المدرسه في السكول بتاعتي
تمام، وكان في حد disabled من الناس الغير قادرين، واحنا مثلا كلنا اقترحنا ان احنا نعمل له facilities، ان احنا نعمل له place يكون special ليه، مكان يكون special ليه عشان يكون ايه، يكون قادر يستخدم اي حاجة مثلا هو حاببها. تمام، يبقى انت بتعمل ايه، بتدي لنفسك، عمال تدي لنفسك افكار عشان في الامتحان، يبقى خلاص انا بحط افكار كلها قدامي وابدا ان انا اعمل ايه، اعمل جمل. طيب لو جينا بعد كده على باراجراف تاني، طب يا جماعه لو هو كلمني بيقول لي اعملي لي باراجراف او ريفيو عن السوشيال ميديا، او اعملي لي على الانترنت، او اعملي لي على السايبر بولي اللي معناه اصلا التنمر الالكتروني، يعني كل دوت يعتبر في نطاق واحد، هعمل ايه؟ والله هبدا اول حاجه اقول ان الحاجات دي تعتبر واحده من اهم الحاجات بتاعه التكنولوجي، صح كده، اقول ان دي تعتبر تايب مثلا من التكنولوجي، واقول ان الحاجات دي فيري امبورتنت في حياتنا اليوميه ان اور ديلي لايف، وبعد كده اقول ان دي ليها دور مهم. يعني بقى كلمه دور مهم ديت، يعني اقول ان التكنولوجي ديت او الحاجات دي كلها ليها مثلا ليها رول يعني معناها، اقول فايتال رول معناها ليها دور حيوي، ليها دور حيوي ان اور لايف في حياتنا. طيب دي كده بالنسبة ان انا بتكلم على المقدمة. طب تعالى اقول لك هنكتبها ازاي. اهو اول جملتين اللي هي المقدمة انا باخدها اصلا من الموضوع، هقول مثلا السوشيال ميديا دوت is one of the technology، ممكن اشيل السوشيال ميديا واحط بدلها انترنت، فاقول ان الانترنت ده one من التكنولوجي، واقول ان هو ليه دور مهم جدا، اقول it has vital role in our daily life، يعني ليه دور مهم جدا او دور حيوي في حياتنا يوميا. طب ميس اكيد مش هكتب سايبر بولي، اكيد هو one of technology و has vital role، لا انا بتكلم دلوقتي عن انترنت او السوشيال ميديا. لو جيت بقول لك ايه اهم كمان الافكار اللي انا ممكن اكتبها عن السوشيال ميديا او الانترنت او سايبر بولي ده تكنولوجي، قلت المقدمه، وبعد كده هقول بقى ان الحاجات دي والله السوشيال ميديا او الانترنت ليها ديس ادفانتجز، او الموضوع في اي واحد من ثلاثه هقول ان هو ليه ديس ادفانتجز وليه ادفانتجز، يعني ليه مميزات وليه عيوب، وهبدا اتكلم ايه هي المميزات وابدا اتكلم ايه هي العيوب. طب واحد من الادفانتجز من المميزات بتاعت السوشيال ميديا مثلا هو ايه، ان احنا نقدر نعمل كوميونيكيت مع بعض، وي كان كوميونيكيت ويز ايتش اذر، يعني ايه كوميونيكيت، يعني نتواصل مع بعض، دي حاجة من أهم الحاجات الكويسة. أنا ممكن كمان إن أنا أقدر أكلم ناس من أماكن بعيدة، we can call مثلا people مثلا في from different countries، من دول مختلفة. طيب بالإضافة لكده إن أنا أقدر أستخدم السوشيال ميديا أو أستخدم الإنترنت أو أي حاجة في دي، ممكن أستخدمها في الإديوكيشن، أستخدمها في التعليم، وتقول مثلا أنت بتقدر تستخدم تشوف فيديوز مثلا on the internet، على الإنترنت مثلا، علشان خاطر تقدر إن أنت تتعلم بيها to learn مثلا through it. طيب كل دي من اهم المميزات. طب من اهم العيوب، في بقى عيوب، في عيوب، بيضيع الوقت، هو wasted time، يعني ايه wasted time، يعني بيضيع الوقت. بالاضافه لكده ان هو طبعا هقول ان هو it isn't good for children، يعني هو مش حاجه كويسه للاطفال، دي طبعا افكار انا عماله اجيب بالعربي، هو مش كويس للاطفال، بيضيع الوقت. طيب كلمه مش عارفه اجيبها، احاول تدور على كلمه غيرها. طب دي من ديس ادفانتجز. وكمان حاجه ثالثه وهي السايبر بولي، وانا بقى مفروض لما يجي لي سايبر بولي هتكلم عن كل ده، وبعد كده اوصل لجمله الايه، السايبر بولي اللي هو عايزها. من السايبر بولي بقى اقول هو عباره عن ايه، ان في حد مثلا بيكتب لحد باد كومنت، فاقول مثلا ان someone بيعمل ايه، ان هو رايت باد كومنت تو انذر، ان هو بيكتب باد كومنت لشخصيه تانية. طيب ممكن اقول كمان ايه، ان ده بيخلي الناس اللي بيحصل لها سايبر بولي تكون، اقول بقى ايه نتائجه ايه، اقول ان هو بيخلي البيبل very sad، بتكون زعلانة جدا وبتكون impressed اللي معناها بتكون ايه، محبطة. بص انا دلوقتي حطيته طلعت كام فكرة منه، انت بتبقى قاعد في الامتحان كده بتقعد تطلع منه افكار، ايه هي الادفانتجز، ايه هي الديسادفانتجز، بتطلع من حاجة على حاجة، من حاجة على حاجة، بتقعد تطلع من حاجة على حاجة، تتفرع كده لغاية ما تطلع افكار كتيرة جدا، تاخد الافكار دي بقى تبدأ ان انت تصيغها في شكل جمل. تمام، طيب ده بالنسبة للسوشيال ميديا والسايبر بولي، هتقول كل ده عشان توصل في الاخر الحتة دي. تمام، طيب فانا افترض ان انا مثلا نسيت في السايبر بولي اكتب كل المقدمه دي، اقول لك ولا تزعل نفسك، ممكن بعد ما تكتب السايبر بولي هو باد كومنت والناس بتبقى محرجه، ممكن تدخل في قصه ان كان في واحد زميل ليك او صديقك حصل له سايبر بولي مثلا، او سايبر بولينج، حد اتنمر عليه، وان صاحبك دوت ما بقاش يروح المدرسه وهو تعب مثلا، بقى very tired و can't go to school again، وان كل الفريندز مثلا بقوم زعلانين، فيلز مثلا ساد من الشخصيه اللي عملت السايبر بولي دي، وتبدا تخش وتحكي حكايه عادي خالص، مش مشكله لو انت عجزت ان انت تكتب كل الكلام ده. لو جينا بعد كده عن الدسلكسيا، والدسلكسيا قلنا اللي هو معناه صعوبه في القراءه والكتابه، طبعا ناس كتير قوي هتبلم في الامتحان، انا جيت اقول لك الفكره بتاعته هتعملها ازاي. اول حاجه اعرف يعني ايه اصلا دسلكسيا. الدسلكسيا معناها ان بيكون في difficult، معناها حاجه صعبه. الديفيكولت ده بيكون في ايه بالظبط، في الريدنج، في القراءه، بيكون في الرايتنج، في الكتابه،
وبيكون كمان في السبيلينج، سبيلينج اللي هو الايه، السبيلينج اللي هو النطق. طيب ده كده انا عرفته، قلت له ان الديسلكسيا ديت it is اقول عليها difficult in reading, writing and spelling. وبعد كده ابدا اقول ان انا مثلا اعرف ناس كتير عندها الديسلكسيا ديت، ولكنهم مثلا when they grow up، لما هم كبروا هم بقوا very مثلا اقول عليهم successful persons مثلا، يعني كانوا بيكونوا ناس ناجحين جدا. تمام. طيب ابدا بعد كده اقول ايه الحل للموضوع الديسلكسيا ده، وانا خلاص عرفت ايه هو. ممكن بعد كده اقول بعد ما شرحت مثلا وعرفت قلت ان في ناس كان عندها ديسلكسيا وبقت كويسه، بعد كده ابدا ان انا اقول الحل بقى، ايه الحل مثلا اللي عندي في الامتحان، ايه الحل مثلا ان هو بيكون محتاج سبيشال هيلب. سبيشال هيلب يعني محتاج مثلا مساعده خاصه. طب مساعده خاصه منين؟ مين اللي هيساعده؟ اكيد المدرسه، السكول، المدرسه اكيد هيكون فيها سبيشال تيتشر، مدرس مخصوص هيبدا ان هو يقعد مع الطفل مثلا ويبدا ان هو يخليه يتحسن في عمليه النطق. طب بعد كده فاقول خلاص ان هو مثلا الكلام ده بيكون سبيشال هيلب فروم ذا سكول اند فروم مثلا سبيشال تيتشر، وبيكون جايه من تيتشر محدده. التيتشر دي لازم اقول ان هي تكون مثلا، ابدا اتكلم مع التيتشر، لازم تكون بيشنت، لازم تكون صبوره في التعامل، لازم كمان تكون هيلبفول. سامحوني على الخط، طبعا بحاول انا ايه جمع لك افكار كتير وما يكونش الفيديو سريع عليك، فعشان كده وتكون ان هي هيلبفول، لازم تكون متعاونه. تمام. وبعد ما اقول كل دوت اقول كمان ان الطفل مثلا، ان التشيلدرن ده ممكن هيلاقي هيواجه صعوبه، هو كان فيس difficult، صعوبه. الصعوبه اللي هيواجهها دي هيكون مثلا فين؟ ان هو مش هيكون مثلا عارف يعمل اوردر للليترز، الحروف مش بيكون قادر ان هو يعمل لها مثلا ترتيب، مش قادر. هو كان فيس difficult اقول مثلا as، ابدا اقول امثله بقى ان هو بيكون confused يعني مرتبك to order، ان هو يرتب الليترز، الحروف، حتى الحروف مش قادر يرتبها. بالاضافه لكده ان هو بيكون very slowly، فبالتالي اقول ان التيتشر مثلا لما when teacher help him، لما التيتشر هتساعده he will be more fast، هيكون مثلا اسرع اكتر، هيكون better in writing، هيكون احسن في القراءة، في الكتابة writing و reading وحتى ال spelling. وهقول مثلا ان انا بقى بعد ما اخلص الحوار خالص اقول I know someone كان مثلا very bad in reading and writing وكان عنده dyslexia، ولكنه when grew up، لما كبر بعد كده بقى دكتور وبقى successful man، شخص ناجح. وابدأ ايه احكي حكاية كده في النص بعد ما اخلص، لو لقيت ان انا لسه ما كملتش 119 كلمة اللي انا عايزاها. طيب هدينا خدنا افكار عن ديسلكسيا. طيب لو هتكلم على decent life initiative اللي هو مبادرة حياة كريمة، طبعا مبادرة حياة كريمة دي كانت مبادرة، تمام، ودي حصلت، فلازم اكون انا عارفها. فهنا مش ينفع لا مجال للهبد، يعني مش هكون عارفة ان انا اهبد، تمام، لان دي حاجه حصلت، فلازم اكون عارفه على الاقل ايه اللي حصل فيها يعني، او انا لو ما قريتش التكست فبالتالي مش هعرف اكتب. فتعالى اقول لك بقى ايه اللي كان مكتوب في التكست. طبعا اقول ان الديسنت لايف انشيتيف ديت لما هابند، لما حصلت، هي عملت ميد ديفرنس. يعني ايه ميد ديفرنس في المقدمه اللي انا هكتبها؟ ميد ديفرنس يعني احدثت اختلافا، يعني عملت اختلاف كبير جدا. عملت ديفرنس لمين؟ عملت ديفرنس لحوالي 32 مليون من البيبل، 32 مليون من الناس، تمام، اللي عايشين، الا اقول لك ان هم هو ليفد او هو ليفز بقى، اللي بيعيشوا، لان هم لغايه دلوقتي بيعيشوا، هو ليفز ان رورال اريا، اللي بيعيشوا في المناطق الريفيه، تمام. ابدا اقول هو عمل ايه، الحاجات اللي هو عملتها ديسنت لايف انشيتيف. هقول لك ان هي بروفايد، يعني ايه بروفايد؟ يعني زودتهم، زودت الرورال ارياز دول، زودتهم بايه؟ زودتهم طبعا هقول بقى طبيعي بالسكولز، المدارس، ب هاوسز مثلا للبور بيبل، الناس الفقيره. اقول عملت كمان السكولز بقى، هبدا ان انا اخش في تفاصيل السكولز دي عشان يبقى الاديوكيشن يكون مور بيتر، يكون احسن اكتر. اقول الهاوسز اللي الناس بدات البور بيبل بتعيش فيها، يبقى انا بكتب الجمله وبكتب لها تفصيل بعد كده، بحيث ان انا ازود الجمل بتاعتي. عملت كمان بابليك سيرفيس، يعني عملت لنا خدمات عامه، تمام. وابدا اقول مثلا من الخدمات العامه اللي عملتها، اقول مثلا كان في هوسبيتالز، مستشفيات اللي الناس كانت بتروحها مثلا، وان لما كانت بتتعب كانت بتروح الهوسبيتالز دي، او لما جت تايرد. اقول كمان ان هي عملت من الحاجات اللي زودتها فاسيلتيز، تسهيلات للناس الديس ايبل، ودي كانت حاجه حلوه جدا ان هم يعملوها. كل دي افكار احنا عاملين نحطها. كمان عملت هيلث كير، يعني اهتمت بالصحه، ومن اشكال اهتمامها بالصحه ان هي طبعا عملت فاسيلتي للديس ايبل، وكمان عملت ايه، هوسبيتالز. حاجه تانية، طب هي دي كانت بتساعد مين؟ دي كانت هيلب بتساعد ايه البيبل، مين الناس اللي هم كانت بتساعدهم؟ طبعا كانت بتساعد الفيليج، القرى، كانت بتساعد الناس اللي هي الرورال ارياز،
كانت بتعمل لهم ايه؟ طب الناس اللي هي عندها بيوت ماشي خلاص كانت بتصلح لها البيوت بتاعتها، فكانت بتعمل ريبير للاسس بتاعتها. بالاضافه لكده كمان ان هي كانت بتقدر ان هي تبعت لهم دكتورز هناك في الفيلج مثلا لو ما كانش فيها دكتورز، فكانت بتبعت لهم. فقول ان هي سند بتبعت دكتورز تو مثلا ديليفر عشان يوصلوا الميديسن. انت قاعد في اللجنه قاعد عمال تكتب افكار، بعد ما تكتب افكارك بتبدا ان انت تنظم. اقول مثلا ان الديسنت لايف انشيتيف فيري امبورتنت مثلا سينج، ان ده شيء مهم جدا حصل. تقعد تحطي الافكار وبعد كده تحطي الضمير وبعد كده تحطي الفعل بتاعك وبعد كده تكملي بقيه الجمله بتاعتك ايه من الافكار اللي انت عملتيها. اظن الديسنت لايف انشيتيف ما فيهوش حاجه كده. طيب وليكن هعمل مثلا ريفيو عن سيتي يو ليف، مدينه انت بتعيش فيها، او قال لي اعمل لي ريفيو عن الاسماعيليه. لو قال لك سيتي يو ليف اعمله احسن على الاسماعيليه، اعرف معلومات عنها، عشان لو هو قال لك اعمل ريفيو مخصص على الاسماعيليه تبقى انت عارف. طيب اول حاجه اقول هي اصلا الاسماعيليه دي مكانها فين، ايه اللوكيشن بتاعها. هي بتقع اصلا ما بين بورسعيد ما بين السويس، تمام. طيب الحاجه الثانيه ان انا ممكن اتكلم عليها ان انا اوصف المدينه دي، تمام، هي عباره عن ايه. فاوصف اقول فيها بقى مونيومنتس وقد ايه ان هي بيوتيفول، فيها كتير من البيلدينجز، واقول ان هي فيها يعني يوجد فيها كلمة يوجد دي معناها there is لو تقول حاجة مفرد، there are لو تقول حاجات جمع. there are many stores مثلا فيها كتير من المتاجر، من المنطقة دي بتكون peaceful مثلا، وعلى الرغم ان هي peaceful ولكنها isn't boring او بتكونش مملة. فيها كتير من museums وشبه الميوزيمز اللي هو المتاحف الموجودة هناك، شبه كده ال natural science، تمام، natural science اللي هو المتحف العلوم الطبيعي. طيب بعد كده ممكن اتكلم ان في اماكن تانية ممكن لما اي حد يروح السيتي دي يقدر ان هو فيزيت ليها يزورها، شبه مثلا ليك تمساح، تمام. ولو انت ما عندكش برضو جمل كفايه ممكن تقول ان انت بتروح بقى مع الفاميلي، اقول لك اي جو تو ليك تمساح ويز ماي فاميلي مثلا. طبعا هتقول بقى ان كمان فيها سكولز، والسكولز دي بنروحها عشان نقدر ان احنا نتعلم، تمام كده. وجيت اقول لك خلي بالك ان زير از مع المفرد وزير اور مع الجمع واللي معناها يوجد. بس كده اديك عطيتك افكار عن السيتي اللي انت بتعيش فيها. لو جيت كلمتك بقى عن ترانسبورت، قالك اعمل لي ريفيو عن ترانسبورت اللي هو وسائل النقل. طبعا اول حاجه هعمل جمل مقدمه من عندي اقول ان دي مهمه جدا، فاقول it is very important مثلا، بتخلي حياتنا our life بتكون easier اسهل و more comfortable، بتكون مريحه اكتر واكيد هتكون faster اسرع. طيب يبقى انا كده ايه، انا بديك برضو افكار. حاجة اقول لك بقى اشكال الفورم بتاع ترانسبورت عندي الترين وابدا اتكلم عنه. انا مثلا اقول ان انا قبل كده ركبت الترين وكنت رايح رحلة و look out of the window، يعني بصيت بقى من الشباك، ولما بصيت من الشباك شفت كتير من البيوز اللي شكلها حلو جدا. ترين اقول ان ايجيبت عندها اقدم ريلوي موجود في ايجيبت. اقول فرز اللي هي المعديات بتعدي موجودة مثلا، اقول ان انا ركبت قبل كده فيرس وكانت ماشية على النايل في النيل، واقول ان انا شفت ركبت الترام موجودة في اليكس، وابدأ اوصف الترام بتكون في منها الكتريك ودي بتكون احسن لي انفيرومنت، واقول ان في حاجات بقى تانية شبه الباص والتاكسي والاندرجراوند وحاجات كتير. طيب لو قال لي اتكلمي على الترين بس، هقوله ان ده oldest railway اصلا، وده بيركبوا باسنجرز كتير 800 مليون مثلا من الناس بتركبه، وهبدا اتكلم ان انا رحت رحله بالترين واحكي عملت ايه في الرحله بقى دي اللي انا رحتها بالترين، تمام. يعني بحاول من موضوع اخش على مواضيع تانية. طيب بعد كده لو اتكلمنا بقى عن الاونلاين شوبينج، اقول ان الاونلاين شوبينج دوت مثلا is very important مهم جدا in our life في حياتنا، وابدا اقول ان هو اكيد ليه advantages واكيد ليه disadvantages. من advantages بتاعته ان الشوبينج اونلاين ده بيكون حاجه useful، طبعا بيسيف الماني لينا، بيوفر الفلوس والتايم الوقت، واقول ان انت تقدر ان انت تشتري اي حاجه انت حاببها من غير moving، طبعا من غير ايه ما تتحرك من مكانك. من الديس ادفانتجز بقى اقول عن حاجه مثلا انا اشتريتها، تمام، واتاخرت في التوصيل، اتاخرت في التوصيل ولما جت ما كانتش شغاله كمان، يبقى انت كده عملت اتكلمت على الديس ادفانتجز الحاجات الوحشه بتاعتها. واقول مثلا ان اي ويتد انا انتظرت مثلا فور تو دايز فور مايكرويف، انا استنيت لمده يومين على المايكرويف. وبعد كده اقول ولما المايكرويف بقى جه ان هو ما كانش شغال، في مشكله، وانا مثلا اتصلت بالسيلز اسيستنت وقلت له طلبت منه ان هو يبدله لي، تمام كده. وفي الاخر بقى هو سنت تو زيم باك هبعت له، تمام، هو سنت مي انذر وان وهي بعت لي واحد اخر. دي كده بالنسبه للاونلاين شوبينج. طيب
احنا اتبقالنا كده احنا تقريبا عملنا كله ما عدا التينيج بروبلمز، وانا ما اعتقدش ان هو ممكن يجي، بس هو لو جه اتكلم عن الحاجات اللي بتحصل لك في حياتك اليوميه والاكتئابات والحاجات اللي بتحصل لك، ان ساعات بيكون عندك الرغبه او ان بتبقى حابب I like to I would like to مثلا make friends، حابب ان اكون اصدقاء، وساعات تانية and sometimes I want to be alone، ساعات ببقى عايز ان انا اكون لوحدي. ناس كتير قوي بتحس بالامبريسد بالاحراج مثلا لما تجيب low marks في الاكزامز. ممكن اقول ايه كمان، ممكن اقول ان ناس كتير مثلا او تينيجر بيقدروا ان هم يتعرضوا لسايبر بولي. واحكي مثلا موقف، اي حد من اصدقائي حصل له موقف في السايبر بولي، مثلا حد اتعرض له، هو كتب له باد كومنت مثلا على الفيسبوك، وابدا ان انا احكي له اي قصه في النص كده وخلاص تمام. وانت كده هتكون عملت موضوع، انت بتاخد قلت لك نفس الكلام، بتطلع من حاجه على حاجه. طيب لو هو قال لي بقى انا عايز اعمل شورت ستوري، قصه قصيره عندك، ممكن يقول لك حاجه باد اكسبيرينس او باد سيتويشن حصل لك. ممكن اقول له ان الاسبوع اللي فات مثلا لاست يير ان نوفمبر، وحدد امتى بالظبط، السنه اللي فاتت مثلا، انا اتفسحت او رحت مثلا كايرو، بقول بقى انا زرت البيراميدز ورحت مع عيلتي وكل الحاجات اللي احنا عارفينها الحلوه جميله، البروجرام بتاع واحنا صغيرين جميل ده. هتبدا تحكي كل حاجه انت حصلت لك تمام، بس مثلا ممكن تقول في نص الكلام بعد، او بعد ما تقول انت بقى في البدايه كده كان الموضوع كويس، وبعد كده تقول بقى مثلا ان اي لوست، يعني انا فقدت، انا مثلا دونت فولو، ما اتبعتش ماي بيرنتس والدي، فاقول مثلا ان انا فقدت مثلا وسط الطريق، اند اي كانت فايند ماي بيرنتس، ما كنتش قادر ان انا الاقي بابايا ومامتي. والدرس اللي انا اتعلمته من الحاجه ديت ان انا لازم بعد كده فولو ماي بيرنتس، لازم ان انا اتبعهم وافضل ماشي معاهم على طول تمام. طب لو هي بقى بيقول لك مثلا عن حاجه انت استمتعت بيها، اقول له برده ان انا روحت نفس الكايرو دي، واحكي له نفس الحاجه، بس مش اقول له ان ضعت بقى ولا اي حاجه في النص، لا اقول له الدنيا كانت زي الفل جميله، واحنا استمتعنا بيوم، وان دي يوم كان ان احنا انجويد جدا، وان ات واز ا نايس داي، وكان يوم جميل وزي الفل. طيب لو جه قال لي اتكلمي عن اكسبيرينس بتاعتك، عن الخبره بتاعتك، هو على فكره ممكن يقول لي اتكلمي عن شورت ستوري، عن قصه، وده انا حاسه ان هو جاي مش عارفه الشورت ستوري، هو اغلبيه المحافظات جا فيها شورت ستوري، وفي الاغلب هيكتبوا شورت ستوري. ممكن مثلا يقول لك في الشورت ستوري ديت اتكلمني عن حياتك او انت قريتها قبل كده. طب هو لما يقول لي شورت ستوري، قصه قصيره انت قريتها قبل كده، فبالتالي انا مش عارفه اعمل اي حاجه من دول. طيب كان في بقى شورت ستوريز موجوده في الكتب بتاعتنا تمام، كل كتاب حاطط ستوري من دماغه، كل واحد عنده بقى ستوري موجوده في الكتاب دي، يفتح كده كده ويقرا اي ستوري بالنسبه له سهله وبسيطه ويذاكرها. يعني ممكن اقول ان في ستوري مثلا كان في مثلا واحد كان في فيشر مان، شخص واحد بيصطاد مثلا، قرر في يوم ما ان هو يروح يصطاد فيش، ولما راح او نزل يصطاد فيش، اقول مثلا ان هو لقى جولد، او ممكن اقول مثلا رينج ميد فروم جولد، مصنوع من الذهب، وان قد ايه الراجل ده لاكي محظوظ، وان الراجل دوت كان بيشنت، كان صبور، فبالتالي هو لقى الجولد رينج دوت في بطن السمكه. دي كانت قصه حلوه الصراحه تمام. اللي عايز حابب ان هو يتكلم عنها يتكلم عنها، مش حابب تتكلم عنها مش هتعرف، افتح الكتاب بتاعك هتلاقي فيه شورت ستوري، احفظه زي ما هي. طيب بعد كده بقى لو قال لي عايز بايوجرافي عن رول موديل، عن حد انت تعرفه، عن سمر عبد الفتاح، عن مجدي عبد السيد، اي شخص، هو مش هيجي لك يقول لك كده، بس فنفترض ان هو جالك، فانت تعمل ايه بقى؟ اقول لك حاجه جميله جدا، هحط لك بايوجرافي دوت تحفظه مع اي شخصيه مهما كانت. يعني مثلا هقول we are going to talk about، انا النهارده هتكلم عنه، وتقول اسم الشخصيه تمام. طيب هتقول ايه بعد كده، تحط النقطه بعد ما كلمه he has got the full respect، يعني هو لديه كامل احترام and admiration، والاعجاب، he has great positive effect on my life، هو ليه تأثير كبير جدا أو إيجابي على حياتي، and many other people's lives، وعلى حياة كتير جدا من الناس، he is role model، دي رول، في فيش كده الشطبة دي، he is role model for many people، هو بيكون role model لناس كتيرة جدا، he was born in، وقول هو اتولد فين. المفروض ان انت داخل في biography تمام، انت داخل في شخصية معينة انت عارفها، انت مالياكم نعرف عن محمد صلاح، عشان لو قالك ايه هو role model في حياتك، في ناس عايز تعرف عن مجدي يعقوب تمام، فلازم تبقى عارف هو اتولد فين in Egypt. طب لو مش عارف خلاص مش لازم تكتبه،
He studied hard. هو كان بيذاكر. He finished his studies and graduated in Egypt. هو خلص الدراسة بتاعته وبعد كده اتخرج في مصر. He traveled. طبعا الكلام ده لو ولد هخليه، لو بنت هخليها شيء. He traveled abroad. سافر بره. He has many achievements. هو لديه كثير من التحقيقات in his field، في المجال بتاعه. He is really an amazing character. هو شخصية عظيمة جدا as a human and as، وهو كإنسان و as ايه بقى، اشوف هو ايه، لا الشغلانة اللي بيشتغلها هي ايه. وقول ان many students want to be like him when they grow up. لا ناس كتير جدا عايزة لما تكبر تبقى شبهه. as he is considered a practical example for morals. يعني هو يعتبر مثال على او مثال خاص للمورالز، للاخلاق، والpatience الصبر and hard working، والعمل الجاد for the young. تمام كده. طبعا ده بالنسبة ان انت دي حاجات ثابتة هتكتبها عن اي شخصية. طبعا لو انت مثلا تكتب عن محمد صلاح فانت اكيد عارف عنده معلومات، فاكتب المعلومات دي في النص. هتتكلم عن اي شخصية تانية اكيد برضو عارف عنها، لو انت عارف عنها معلومات اكتبها، لو انت مش عارف معلومات اكتب، اكتبه ده، اكتب ده، صوره بقى كده تمام، خد سكرين شوت تمام، او اكتبه ورايا واحفظه، ولو جالك بكرة ان شاء الله اكتبه. طيب دي كده بالنسبه للبايوجرافي، شورت ستوري، ريفيو. انا اعطيتك افكار على كله وقلت لك ازاي تتعامل معاهم مع اي حاجه فيهم. ما تقلقش ان شاء الله الامتحان هيكون بسيط وسهل. وافتكر ان لكل مجتهد نصيب، ان انت ما دام تعبت واجتهدت ربنا هيكرمك على قد تعبك ده. ما تقلقش والله، باذن الله باذن الله باذن الله الامتحان هيكون بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه. هو كل سنه بيجي الامتحان بسيط، يعني مش رخم، فما تقلقش وربنا معاك. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب علشان خاطر ناس كتير تستفاد بالفيديو. وبس كده، وباي باي.